يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا توليراتشونا يتكبراتشو يا بروغراماتش تكتاتايوش، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيه زوتر كسانيوس كاموس كاكانو سمن ساعت جمرو بكات تاسر الجاتية كاربالاتشو هي ميكينيو قرآن ندتنا ببيت سنيو يا قرآن نباب مماريا بروغراماتشننو يا الله سبحانه وتعالى فقالو كهوني زاري لا تربو የቀት አስርጅት ፕሮግራማችን ነው ጀምረናል። የዛሬው እየተማማርን ቆይታ የምናደርገው ሱራቱል አህዛብ ከአንቀጽ 31 እስከ 34 ያሉትን ይሆናል ኢንሻአላሁ ተዓላ። ንባባቸውን እንዲሁም የተወሰኑ የንባብ ህግጋቶችንም ጭምር እየተመለከተን አብረን የምናሳልፍ ነው የሚሆነው። በቀድሚያክን አነብላችኋለሁ ኢንሻአላሁ ተዓላ። سورة الأحزاب كأنكت سلاساس كسلاسة أراتي ألوتنو إن شاء الله يا منا نبو كبتلان تناولت عند قز يميهونو كأنكت حيا عند جمروس كسلاسة ألوتن لما بمكرنا لزاريق إن شاء الله كسلاسة عند سلاسة أراتي ألوتن قماشون صفحة يهنا بإذن الله تعالى يا منا نبو እንደሚከተለው አነባለሁ። ከንባብ በኋላ የንባብ ህግጋቶችንም እንመለከታለን። እየደወላችሁ መግራት የምትፈልጉም መሳተፍ ትችላላችሁ ኢንሻአላህ። በቅድሚያ ግን ተከታተሉ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. طيب نزينا ناقصو شنو زاري يمنا نبو كأنقذ سلاسة عندس كسلاسة راتيالو تمارس إن شاء الله. إيه دولاتشو مقرات مساعدة في متفلقو مسمراتشن كفتنو إيه دولاتشو مقرات مساعدة في تشلال لاتشو إن شاء الله.
ومن يقنت منكن لله ورسوله الزبوت علي ومن يقنت مجمر علي نون سكون الناقنيالا ومن يقنت سنل نون ساكنة نون سكون عندهم بتنوين يا من ناقنيات نون سكون أن بابا باتشو تأندينت ويم أند بتشايد اللم أن بابا باتشو كأند مهلت كولت من صوص إسك أراد تأينت أن بابا نويا اللاتشو يعني كانوني ساكنة بوهالا وينم كتنوين بوهالا يمنت أو في ذلك هيا سمنتو في ذلاتوش كونو يمن وراتشو يين باب هنيتا أراد تأينت أن بابا بنو أن دينت أن بابا بين اللم وينم دقمو قلت سادرقو نه تبلو بچايد لامين نببو كذبا فيت بترقا قامين دايينو يا سكون هونو سيماتو يمينو راتشو عن نبابب قلت سادرقو نه تبلو بچايد لامين نببوت نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل يا أختي سورة الأحزاب كثلاثة عندس كثلاثة عرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها لا أتسابيو نؤتيها طولو وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها يا نساء النبي لسنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ما شاء الله أحسنت بارك الله فيك وإياك يا أختي نعم طيب ومن يقنت من لو قاسن ملز كنون سكون بها لا يمتاجوا في دال يانج يا كانون ساكنة وتن بنون ساكنة وتن من هج جزي يا إدغام في دال نج سلزي نم تلو عن دمز ودا يا أسكب تني من أنا باتنجي بجلس نبدأ أنا باتم ومن يقنت سايهون ومن يقنت إدغام إذا متوقعوا سكون يهون في دال وريد حركة في دال السلام يجابا في دلو هدات تندى عنده هونو تابقو من نبابي نور بتال يعني يان شد دركي أتركي أنا بوالون سانا بوم ومن يقنت بزي ملكون دزي تبقى ركي أنا بوالون مالتنو سرزي نونوان بقلت سايحون ودى ميكترو في دل قبتا يمتن نبابنج ليلانيو ومن يقنت إيه نوني ساكينة والتنوين كذبا في نراياتشوت قال اللي علانو نوني ساكينة والتنوين ويمنون سكوننا فتحتين كساتين ضمتين نزي تنوين تبلو يترالو عندي سماتشو كان نسو قتلو حياة سمنتي عربية في دلات كامتو عرات تاينتنو منوراتشو النباب يمجمراو نتبلو بزيو باللو بحرياتشو ينبب باللو
من منجس هن تجمر مالتنا بالله وبحرية شو النت بلوين نب بالله أما هو التانية ويجي مجمرة وتكارانينه وده ميكات لو فيدل تهجف لك أو نمين نب بوتي مجمرة وجرس أرجن نب بريان نب بنو هو التانية وده مو تهجف لك أو ينب بالله هول من زي جرس أرجن يمنا نب بوم يمنا تهجف لك أو ميراس هج فيدل أتو تشارلو كانوا يساكن أبو هلا ويمكتنون أبو هلا سدست يا يظهر في دلالات ويم حروف الحلقية يمي بالوت في دلالات السيماتون ده همز ها عين ها غين خا نزل في دلالات وشبيه ما طبت كذي قلت أرجعني من أنا بونا نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل وندم. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَمَن يَقُلُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا اسكي ما لسه بلنا وَتَعْمَلْ صَالِحًا نؤتيها أجرها مرتين تجا مسكين وتعمل صالحا نؤتيها أجرها سابق. مرتين نؤتيها أجرها سابق وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما أحسنت يا أيوة ترونه كت يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا نعم أحسنت بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء
النبي لستنك أحد من النساء إن سقيتن فلا تخضعن بالقول تولو نونن اتسبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ما شاء الله. أحسنتم. جزاكم الله خير. نعم. بارك الله فيكم. طيب إن شاء الله يا نون سكوننا تنوين أترارك يجلس كل أشونا برا نون ساكنا تنوين كهيا سمنتو يا عربية في دلات كرسيمتو يمنو راتشو النباب أردت أينتنا عند أينت بتشايد اللم يمجمروا النباب باتشو كسدستو يا عربية فيدلات غار سيمتو معلتم نوني ساكنة ناتانوين كسدستو يا عربية فيدلات غار سيمتو بغل صنيم نانا باتشو فيدلاتو تشم حمزة ها عين ها غيننا خانة تشو نعم السلام عليكم ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضل اقرأ سورة النفل أستاذ. طيب تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله ما شاء الله. ليلى لم يقرا؟ أيوه نعم. طيب أستاذ. نعم أنا بقرأ سورة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. أنا بقرأ سورة الناس. طيب. حسد على الله. يلا نبدأ. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء رأيت الناس تدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. أيوه أعطنا بدل بشيء بارك الله فيك. نعم تصعد مسابقة. أيوه المسابقة وين المسابقة؟ إن شاء الله بعدين ساعة كم تعودوا؟ لسه ما حددنا الوقت. طيب نعم خلصتوا؟ طيب ومن يقنت من كن لله ورسوله ملوغا إذن የኑይ ሳኪናና የተኑይነን አቀራሪ ሆኖተን እየተቀሰነ ነበር። እንግዲህ ብዙ ተሳታፊዎች ነበራችሁ ጥሩ ንባብ ያደመጥን ያለ ነው። ከኑይ ሳኪና ወይም ከተኑይ በመቀጠል የጉሮሮ ፊደላት የምንላቸው በሚመጡበት ጊዜ ኑይ ሳኪናና ተኑይን ባያዙት የሱኩን አንነባበብ ይቀራሉ ወይም ይነበባሉ ምንም አይነት ተጨማሪ ነገር ሳናመጣ። ሁለተኛው አንነባበባቸው ግን አሁንም ከኑኒ ሳኪናና ተንዊን ከስድስቱ የኢድጋም ፊደላት ጋር ሲመጡ እነሱም ያ ራ ሚም ላም ዋው ኑን በአንድ ላይ ሲነበቡ ይርመሉ እንላቸዋለን። እነዚህ ስድስት ፊደላቶች ጋር ሲመጡ ደግሞ ኑኒ ሳኪናና ተንዊንን ወደ እነዚህ ፊደላት ነው አስገብተን ወይንም ጫፍልቀን የምናነባቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው በግልጽ ነበር ያነበብነው። ሁለተኛው ግን ወደሚቀጥለው ፊደል አስገብተን የምናነባቸው። ምሳሌ ልክ እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ወመን ያቀኑት ሚለው ላይ ከኑኒ ሳኪና በኋላ የመጣው ፊደል ሐርፈል ያ ነው። ያ ደግሞ ከኢድጋም ፊደላት ውስጥ አንዱ የሆነ ነው። ስለዚህ ንምትለው አንድ ድምጽ ወመን ያቀኑት ብዬ ሳይሆን የማነባት ወደሚቀጥለው ፊደል አስገብቼ የማነባት። በማስገባ ሰዓት ሱኩን የሆነችዋን ኑን ወደሚቀጥለው ፊደል የሚቀጥለው ፊደል ሸዳ ይሆናል ይጠብቃል። በያ ሸዳ ውስጥ ምን እናገኛለን ማለት ነው? ቀድሞ ያለችዋን ኑን ሱኩኗን እናገኛለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሌሎችም ኑኒ ሳኪናም ሆነ ተንዊን እንደዚህ ከኢድጋም ፊደላት ጋር ሲመጡ በዚህ መልኩ አስገብተን እናነባለን። ወደ ሶስተኛው አቀራር ስንመጣ ግን ሌላ አይነት አንነባበብ ነው ያለው። ሶስተኛው አቀራራቸው ወደ ሌላ ማንነት ነው የሚቀየሩት። በፊት የነበራቸው ነ የሚል ድምጽ ነበረ። ም ወደሚል ድምጽ ይቀየሩና ይነበባሉ። ይሄ የሚሆነውም ከኑኒ ሳኪናና ከተኑን በመቀጠል ሐርፈል ባ በሚመጣበት ጊዜ ነው። ከኑኒ ሳኪና ወይም ከኑን ሱኩን እና ከተኑን በመቀጠል ከፈታቴን ከከሳቴን ከዶመቴን በመቀጠል ሐርፈል ባን ስናገኝ ነ የምትለዋን ድምጽ ም ወደሚል ድምጽ ቀይሬ ከዛ በኋላ አያጃ ነባለሁኝ። ይህ የሚቀየረው ወይንም ነ የሚለው ድምጽ ም ወደሚለው የሚቀየረው ከኑን ሱኩን በኋላ ወይም ከተኑን በኋላ የመጣው ፊደል ሐርፈል ባ ሲሆን ነው። ያኒ ወይም የቀጠይ የመጣው ፊደል ሐርፈ ባ መሆኑን ካወቀን እያነበበን እያለ ን የሚለውን ድምጽ ወደ ሚም ቀይረን እናነባዋለን። ይሄ ኢቅላብ ተብሎ የሚጠራው ይሆናል ወይም አልቀልብ ተብሎ የሚጠራው ህግ ነው። አማ አራተኛውና የመጨረሻው አነባበባቸው ወደሚቀጥለው ፊደል ተሸሽገው ነው የሚነበቡት። መሸሸግ የምንለው بين الاظهار والادغام ነው። يعني بصفة بين الاظهار والادغام ይሉታል። በኢظهار ባህሪና በኢድጋም ባህሪ መካከል ባለ የሚነበብ ነው። ግልጽም አናደርገውም አንጨፈልቀውም። ግልጽ ሳናደርግ ወይም ሳንጨፈልቅ ማለት የምናነበው የንባብ ሂደት ምን ተብሎ ይጠራል? ኢኽፋ ወይም መሸሸግ ተብሎ ይጠራል። ፊደላቶቹ 15 ናቸው። የኢዛር 6፣ የኢድጋም 6፣ የኢቅላብ 1 አጠቃላይ 13 ይሆናሉ። ቀሪ 15ቱ ፊደላት የኢኽፋ ፊደላት ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። ስለዚህ ኑኒ ሳኪናና ተንዊን ከነዚህ 15 ፊደላት ጋር ስናገኝ ኑኒ ሳኪናና ተንዊንን ወደ እነዚህ 15 ፊደላት ሸሽጌ ነው የማነበው። ይሄ እንግዲህ የኑን ሱኩንን በኑኒ ሳኪናም ሆነ በተንዊን የምናገኛት ኑን ሱኩን የኑን ሱኩን አንነባብ ነው። አንድ ፊደል ነች፣ ንምትል ድምጽ ነች። የዚች ኑን ሱኩን አንነባብ አንድ አይነት ብቻ አይደለም። ሱኩን ሆና ስትመጣ ን ተብላ መቀራት የነበረባትን ነገር ግን ሌላ ተጨማሪ ሶስት አይነት አንነባብ አላት። ቀደም በእንዳየነው ወደሚቀጥለው ተጨፍልቃ ትነበባለች። ሱኩን ሆና ስትመጣ ወደሚቀጥለው ፊደል ለሌላ ፊደል ተቀይራ ትነበባለች። ወደሚቀጥለው ፊደል ተሸሽጋ ትነበባለች። ስለዚህ ሱኩን የምንለው የአማርኛችን ሳዲስ የሆነውን ፊደል ይወክላል አይደለ?
ልብትት የሚለውን ልክ እንደዛ ሆኖ መነበብ የሚኖርበትን ግን ግልጽ አድርገን ሳናነብ የምናነበው የንባብ ሂደት ቀደም ብለን የጠቀስነው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ የኑን ሱኩን አነባበብ ነው። የሚም ሱኩን ሌላኛው አነባበብ አለ። ኑን ሱኩን አራት አይነት ነበር ያልነው። ወደ ሚም ሱኩን ስንመጣ ግን ሶስት አይነት አነባበብ ኖሮት ነው የምናገኘው። ሚም ሱኩን ሆኖ ከሱ ቀጥሎ የመጣው የ28ቱ የአረብኛ ፊደላት ከሆኑ የመጡት ኑን ሱኩንን ወደሚቀጥለው ፊደል ጨፍልቀን እናነባለን፣ ወደሚቀጥለው ፊደል ሸሽገን እናነባለን፣ ግልጽ አድርገን እናነባለን። ሶስት አይነት አነባበብን እናገኝለታለን። ም ተብሎ ብቻ አይደለም የሚነበበው፣ ወደሚቀጥለው ፊደል ኢድጋም ተደርጎ ይነበባል፣ ወደሚቀጥለው ፊደል ተሸሽጎ ይነበባል። ነገር ግን ሚም ሱኩን ላይ ያን ያክል ብዙ ከባድ አይደለም። የሚመጡ ፊደላቶች ጥቂት ስለሆኑ ከሚም ሱኩን በኋላ ሚም ከመጣ የሱ ተመሳሳይ ሚም ከሆነ የመጣው ሚም ሱኩኑን ወደ ሚም ማስገባት አለብኝ። ኢድጋም አድርጌው ወደሚቀጥለው ፊደል ውጭን የማይነበው። ሁለተኛው ግን ከሚም ሱኩን በኋላ ባ ከሆነ የመጣው ሚም ሱኩኑን ወደ ባ ኢኽፋ አድርጌ አነባዋለሁ። ከነዚህ ከሁለቱ ማለትም ከሚምና ከባ ውጭ ያሉ ፊደላቶች ከሆኑ ግን ሚም ሳኪናን በግልጽ ምብዬ አነባዋለሁኝ ማለት ነው። ይሄ የሚም ሱኩን ነው። የላም ሱኩንም ከዛሬ አለ። ምናልባት እየደረስን የምንነጋገረውን የሚሆኑ እዚህ አንቀጽ ላይ ወመን የቅኑት ስንል ከኑን ሳኪና በኋላ ያመጥቷል። ወመን የቅኑት ብያለ ነበውም ማነበው ወመን የቅኑት በዚህ መልኩ ኑን ሱኩኑን ወደ ያ አስገብቼ ወይንም ኢድጋም አድርጌ አነባዋለሁኝ። ሌላው ሚን ኩነ ስንል እዚህ ላይ እንደምታዩት ኑን ሳኪና ላይ ያለው ከኑን ሳኪና በኋላ የመጣ ፊደል ሐርፍ አልካፍ ነው። ካፍ ከኢኽፋ ፊደላቶች ውስጥ አንዱ ነው። ኑን ሳኪናን ወደ ካፍ ምን አድርጌ አነባዋለሁ? ኢኽፋ አድርጌ ወይንም ሸሽጌ አነባዋለሁኝ። ከኑን ሳኪና ወተን ከሚቀሩባቸው አቅራሮች ውስጥ አንዱ ነው አልኢኽፋ ወይንም መሸሸግ የምንለው ማለት ነው። ሌሎችም በርከት ያሉ አሉ። ኢንሻአላህ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን የምንቀጥል ነው የሚሆነው። ፕሮግራሙ አላለቀም። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ሆኑ። ኢለል ፋሲል يا حامل القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافتاق ويتابه على تمنس المتنال سورة الأحزاب كأنقذ سلاسة عندس كسلسلات يالوتنو يانببني من القينيو عندهم بالنزي عن عقض وشوس يمقينيو ينباب هقوشن يتملكتن نقينيالن إن شاء الله تعالى ሁላችሁም በጥሞና ተከታተሉ። ይደውላችሁ መቅራት መሳተፍ የምትፈልጉ መስመራችን ክፍት ነው። ይደውላችሁ መቅራት መሳተፍ ትችላላችሁ። አንቀጽ 31 ላይ ወመን ያቅኑት የሚለውን ሚቱን ቃላት መሰረት አድርገን የሚሳኪናና የተንዊን የሚሳኪና ህጎች እነማን እንደሆኑ ፊደላቶቹንም ጭምር ለማየት ሞክረናል። በተግባር ደግሞ እየተለማመድን ያለ ነው። ወመን ያቅኑት ሚንኩነ ሊላሂ ወረሱል ናም። ሰላም አለይኩም المتصل يرغب بمكالمتك على حسابك لقبول هذه المكالمة اختر علامة النجمة نعم طيب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم تفضلي أختي إياكي نبري أي فتوى إياكي كإشابه هذا إن شاء الله طيب ومن يقنت منكن لله ورسوله حرف الراء توفر من أنا بوان دلوشاتين ورسولي ورسولي وفر سنارقو يتشال نعم السلام عليكم السلام عليكم
نعم السلام عليكم. طيب تقوار طباش شوال ورسوله وتعمل صالحا زملي وتعمل صالحا حالي فتحتين الله ويمتنون يمن لو كتنون قتل يمتغفر النون نو قدم بلن كانوني ساكن أبو هدا ياسمتا نون سكون ودايا إدغام دا رغنو هلو وتعمل صالحا نؤتيها سنلم كتنون قتلو نون يمتغو نمتلو عندمس ودا نون إدغام أرقي ويماسك بيشي أنا بوالهن ليلونا بزوجاتنا دقاقة من يمن الجنيو سيدات نؤتيها يميلون نؤتيها بلن تانا نسبوها لن كها بفيت مسابيع اللبتكين حرف الهانون جي تا أير اللم كتا كسرابوها لكتا تا يمتاو حرف الهانو كها كتلوغن مسابيع اللي سلازي نؤتيها سيهون نؤتيها بلن بكتا تان ودها أيايزن نعم من نعنبو هاندقمو النسبوع لن مد المنفصل نو سلازي نؤتيها أيضا لم نؤتيها يجو طلبية تانكها يجي هنسبوع له نؤتيها أجراها بزمركو أيجي هنبوع له بزو تشاكن مستوالب بن ستا سلهون نو لو أجراها سن الحرف الجيم أجراها سيهون أجراها جمنا نتروالن أران وفرر كان بوالو مرتين وأعتدنا لها وأعتدنا هلتو حرفوج مجمرو حمز النعين هلتم بقرور يموتنا شونا قرقن يتلاقي موجانا يالاتشو حمزة روك بميبالي قرورو كفلقا توت عالج عين دقمو مكاكلين يا بميبالو يا قرورو كفلقا توت عالج يعني هلتم يرمز عالشو هلتاي لايال وأعتدنا أنجي هلتنم وأعتدنا أو دقمو وأعتدنا بلن هلتنم همز هلتنم عين عليهم كأيرا ويمجمرون هم عين هلتن وهمز ما رجل لبنم سنانا بو وأع وأع أع يجوت أ يمجمرون هلتن وع ع أ ع وأع نزيارا ما هم بابين وربنال من البات يمياس جقرا بنا لما مدو تككل مالت النشلال وأعتدنا لها رزقا كريما رزقا كري رزقا نلم حرف الراء مرققناش أقدنا أننا نباتالن ليلو رزقا كريما سنل كتنون بوها لا يمتاو حرف الكافنو كنوني ساكنة ويم كتنون بمكتل يا إخفافي للاتو سيمتو نمتلو عندمز إخفار جن ويمشش جني من أنا بات زيم لاي من ناقينيو كقاف فتحتين بهالا يمتلو في الكافنو كافي ما في دنو يا إخفاء في دنو سازي رزقا رزقا كريمة بيه نمتلو عندمز على نبات مجدز ما نبات رزقا كريمة بزي ملكو إخفاء تدرجو إن ببال كريمة ملوري سابت تدرجو إن ببال ما ملوم لي فتحتين سلهنا بمن ناقوم بتكذي ودا مدنة ويمود مسحبي عنة تكيرو ينببال كريمة نزيم على تون ليلو يا نساء النبي وزلاي يا نساء ملوغا مد المتصل نو يمساب متنو عرات ويما مسحارة كانو حكم واجب نو سلزي بدن بمسابين وربنال يا نساء النبي بزي ملكو ساب بادر قنانا بوالن تولو بلن كحمز فتابو هلا ودنون شدانو من الشقاق قرو مكنياتهم لام الأل ويم لام سوكون وعليف ناس قتل يمتاتشو لام سوكون ودنون يمتج أفلك بمهنوا نون ناتبك كني من نبو بنون ما تبك وست من الجنيال بنون ما تبك وست لام سكون تجنيال سلازي نون ناتبك إمام ببي نور بنا ليه سيون حمزنا نون النو ما يزات شو مكياتهم نون سلام ميتابك بنون وست لام سكون سلام تجني مالتنا ليلو يا نساء النبي يا نساء النبي بانكاس النبي سا نبي با كسر أدرجن عندهم دعمو شدة أدرجن يان نانا بودن لستنك أحد نون أهونم بتري نون النا ميم شدة هونو بميم طبت كذي كريلاو هوني تاتشو ويم كريلا في دلاتوش ب
በተለየ መልኩ እንደ ቅራታችን ፍጥነት ዘግየት ብለን የምናነባቸው ፊደላት ናቸው። ስለዚህ ላስቱንከ አሐድን አያቾት ኑን ላይ ዘግይቻለሁ ሸዳ ሲሆን ሚምም ከዛሊክ እንደዚሁ ተመሳሳይነት ነው ያለው። ሌላው ና ሰላም አለይኩም ሰላም አለይኩም ና ኡሪዱ አን አቅራ ና ኡሪዱ አን አቅራ አልቁርአን እሺ ቅራ تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا جنا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن إنما يريد الله ليذهب عنكم أهل البيت ويطهركم واذكرن ما تتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا لطيفا خبيرا اظهر اظهر نعم الله سمال ان الله كان لطيف طيب تنش تقرارطوم نبره طرو نباب نبس يا اسدمتني نبره وندماچن جزاك الله خير الله يجمر له ان شاء الله. طيب يا نساء النبي لستنك احد من النساء سنل كاحد دال لي تنوين الله كسو قتلو ميم نيا الله كتنوينون ودا ميم ادغام ادرك انا بوالهون ادغام نمتلو عندمص ودا ميم معناتنو من النساء سنل هنم كانون فتحه بمقتل ودا ኑን ነው የምንሸጋገረው በኑን ሸዳ ውስጥ ላም ሱኩን ስለምናገኛት ማለት ነው። ኢኒ ተቀይቱን እዚ ላይ አሁን ቀደም ብሎ የቀረው ወንድማችን ኢኒ ተቀይቱን እንደዚህ ሳይሆን በቶሎ ብለን ፈጥነን ሳይሆን የምናደርገው ኢኒ ተቀይቱን በዚህ መልኩ ሸዳውን ዘግየት ብለን እናነባለን ማለት ነው። ሌላው فلا تخضعنا فلا تخضعن حرف الخاله عندهم ضاد عين رقت ارجن ما نبو فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي طن انا انا تروالون عينهم لذو بدم قلص ارجن ابوالون فيطمع الذي ذي ثبت ترغوين نببال ملاسن وطارغوالون في قلبه في ثبت ترغوين نببال كفاك سرابوها لا يا مسابيا سلالة في قلبه هانم لزيو مدى الصيلة الصغرى سابت تدوقين نببال مرض وقلنا تزيم لي تنوينون ودواو إدغام أدركي أنا ببال لهن كتنوين قتلو ووصلهون يمتاو ليلو وقلنا قو وقلنا أي للم وقلنا نزحان نسب قتا ودم يقتلون مالفو وقلنا قولا معروفا بزملكو وقلنا قولا ما بزملكو نمت التنوين ودم ادغام ركانه بالو. نعم السلام عليكم. اهلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ولمي فتواتي هيك نبرين دوس مثلا ما نقدر تشلنا كايشا بهالا دو ان شاء الله كايشا بهالا. نعم يعني الساعه 8 ونص كده أو كساعة مانا بوهالا إن شاء الله إن شاء الله أتكلم ويعافيك إن شاء الله أهلا وسهلا.
نعم. ليلى وقلنا قولا معروفا سنك تنون بهلا ميم على ميم يا إدغام في دنو نمثل عند مزودة ميم إدغام أدركي أنا بارلون معروفة سنران ساب أدركي إن هم جرش علي تنوين عليك فتحتين نمثل عند مزودة ألف مد كيرات له معروفا سايهون معروفة هي مسابينة مد العوض تبرو الدرال ليلو وقرن في بيوتكن نون تبكر قالون ولا تبرجنا جم ولا تبرجنا سيهون ولا تبرج جم نترال راي وفرال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى بزمن كنا نبوالا تبرج أراد بكر قالوا تبرج الجاهلية الأولى سبادرقي أنا بقول أولى نزيهون أولى تمالة ليلا وأقمنا الصلاة وأقم نعم السلام عليكم المتصل نعم وأقمنا الصلاة سنل لام الآل وده صاد إدغام تدرقاتنا ببالج لام الشمسية لا الشمسية إدغام مالتنا ليلا وآتينا الزكاة سنة وآتينا بس عند زهو سبب رجوعلهن حمزان كتاكسر أبو هريرة سكمة تواتي سبب جنان بول وآتينا الزكاة وأطيعنا وأطيعنا طاء يوفر الكسر جنان منان بو عينهم أن زورا قد أرجعنا بولهن وأطيعنا الله عند زي لام الجلال ويم الله ميلو قال أوفرنا منان بو ورسوله سنكم ورسوله بيالكم ورسوله هوان ودا سكونة كيرات هلو كسو مسابيه ودك هونال بمد الصيلة بمناكم بتكزي تكبروا ايهونم إلا بحالة الوصر كزي بهونجي للاو إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس زلا إنما يريد سبارة نبال يريد سب كياك سكون سليمة تاو يريد الله يريد الله سين يريد الله ليلو ليذهب ليذ ملاسه تارا قالوا ذالن رجع تارا جانا بالون ليذهب عنكم الرجس عنكم الرجس بزي من القرآن تبقى رجع قالوا كضم بوهلا يمتفيد الراس له هنا مالتهم كتاميم ضمان ودرا أي جانب قالون رادكم كسر سلهونة ترك تدرجوا النبوات إن أتب قالونهم أكنيم نم منبو عنكم الرجس عنكم الرجس بي على وفرهم كأكنيم نم منبو لو أهل البيت ويطهركم ويطهركم تطهيرا تطهيرا بزي ملكو را فتحتين ودارف مدك أيدي أنا بوالو ليلا واذكرن ما يتلى واذكرن ما يتلى في بيوتكن زي واذكرن واذكرن سيان واذكرن ذالا ملا سوطارك أنا بوالو ما يتلى لا سبارك أنا بوالو في بيوتكن في سبات الجانب بوالون كفا كسر بوهلا ياسو كون سلوني متاو في بيوتكن بيو سبارة قوالون دزيو كضم بوهلا أهنم وسكوني متاو بيو بيو سال بو بيوتكن من آيات الله والحكمة من آيات الله لا مرجلال الله كسو كسر أبو هريرة سمعت من آيات الله سهل من آيات الله بزي ملكو أقتني نيم أنا بقول والحكمة بزي ملكو نزو تانو دها كيري أنا بقوله إن الله كان إن الله أول الببلو من آيات الله سن لا مرجلال لا يمتقني ولا أقتن النبري أنا ببنو أي إن الله سن الجن أوفرني أنا ببنات لمن كلام الجلالة قرمو يمتعو فيلال إن الله ملو غا فتحانو هلتا يمجم روغن من آيات الله ملو كلام الجلالة قرمو يمتعو فيلال كسرا يهونا فيلالنو سلازي كسرا كهونا فيلال بمكتر كهونا يمتعو من ريمي هونو ناقتنو عدلن كضم ويمك فتحة بوهلا كهونا نوفرو عدلن إن الله كان لطيفا خبيرا
لطيفا زي الطاء وفرال عندهم سابنا رجولا فاري تنوين الله فن بي نمتلو عندهم زقل صارقات له خبيرا ساب بدرجين دزه نمتلو عندهم زودا ألف مد كيري أنا بتعلم على إن شاء الله تعالى إنجري بركة تعلو كوتش لما داس اسمه كرنا البتين ونساكنه والتنوين هو كوتش لي كسورة الأحزاب كأنك سراسان إسك سراسارات إهنني مسلنا برا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى قال انغري بميقطرو سامنت لا تسنيون نغنايالن يا زاريو بروغراماچنن بزهو ان اتناققالن ان شاء الله تعالى الله سبحانه وتعالى ني بتناغركوت ان انت مسماچو تتقام يادرغن هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل